ثانيا، ايه اللي حصل في بعض الصحف العالميه اتكلمت زي ما قلت لحضراتكم الاسكتلنديه والانجليزيه اتكلمت عن حوار تريزيجيه امبارح. فمثلا خلينا نبدا مع صحيفه ديلي ريكورد البريطانيه، نقلت تصريحات تريزيجيه عن العروض التي وصلت له قبل استون فيلا وكشف عنها في حوارنا امبارح. الحقيقه ده زي ما حضراتكم شايفين ده نص صحيفة ديلي ريكورد. حاجة عظيمة جدا لما تلاقي نجم عالمي ونجم كبير زي تريزيجيه ويكون موجود معاك وتنقل تصريحاته في صحف إنجليزية وصحف اسكتلندية. بالنسبة لنا ده فخر كبير جدا، ولكن الأساس في كل ده ما حدث أمس من مظاهرة حب على كل مواقع التواصل الاجتماعي من جمهور النادي الأهلي لتريزيجيه. الحقيقة خلى كل الناس تنظر إلى شاشة واحدة فقط وهي شاشة قناة النادي الأهلي. أيضا صحيفة سان في نسختها الإسكتلندية اتكلمت عن تريزيجيه وحواره في قناة النادي الأهلي وتصريحاته بخصوص اقترابه من الانضمام لصفوف العملاق سيلتيك قبل انضمامه لأستون فيلا. أيضا صحيفة ذا هيرالد الإسكتلندية الشهيرة أبرزت تصريحات تريزيجيه مع قناة الأهلي بتفضيله الانتقال للدوري الإنجليزي مع أستون فيلا، وأنه كان يحلم من أول ما خرج من النادي الأهلي بالانتقال للدوري الإنجليزي. أيضا صحيفة اسكتلندية تالتا تايمز الاسكتلندية قالت أن دلخت استطاع حرمان سيلتيك من موهبة تريزيجيه. كلنا زي ما قلت لحضراتكم في البداية فخورين جدا بحلقة امبارح، كلنا سعداء جدا بحلقة امبارح، كلنا مبسوطين قد ايه ان جمهور النادي الاهلي مبسوط بهذه الحلقة. بشكركم، وكالعادة دائما يظل جمهور النادي الاهلي في ظهر قناته وفي ظهر ناديه وفي ظهر مجلس ادارته وفي ظهر لاعبيه، ودايما بتبقى كل حاجة الواحد بيقولها من قلبه بتصل الى الجمهور. عشان كده انا دايما لما باجي اتكلم مع حضراتكم ما ببصش في ورق، بتكلم مني للكاميرا على طول عشان كلامي يوصل لجمهور النادي الأهلي اللي يستحق الحقيقة كل الإشادة.